ولا تيأسن إن علت بك السنون، فإن الصحابة قد أسلموا على كبر سنهم، منهم من أسلم وهو على 60 من العمر، ولكنه تعلم، وعلم الصحابة لا يدانيه علم، وهم أعلموا وأحكموا وأحلموا، وأسلم رضوان الله عليه، فتعلموا عباد الله، وتمسكوا بدين الله، وتمسكوا بالأخلاق الإسلامية. احفظوا منطقكم واحفظوا أبصاركم أن تواقع الحرام، لا تجلسوا الليل والنهار أمام تلك الشاشات التي تخرب عليكم أخلاقكم، وتدمر عليكم دينكم، وتفسد عليكم بيوتكم. فلتكن بيوتكم كبيوت الأصحاب عباد الله. كنت إذا مررت بطرقات المدينة بليل سمعت لهم دويا كدوي النحل في القرآن رضوان الله عليه. والآن يعكف الناس في الأصباح وفي الأمساء وما بين ذلك، وفي السحر الأعلى وفي أوقات الصلوات، على مشاهدة العهر والخنا، وتبلدت الأخلاق ومحقت الغيرة. محقت الغيرة، الرجل تكون امرأته بجواره تتطلع إلى رجل عار لا يبقى إلا أن يكشف غطاء، ولربما كشف حتى ترى المرأة مواقعة ومباشرة واقعة، وزوجها وقد خرج له قرنان عظيمان بجوارها ينظر وربما يضحك، وابنته يأتي إليها في خدرها بالخنا، ويأتي لها في خدرها ما يعلمها به الفجور. ثم إذا ما وقع لام الناس ولام الدنيا، وهو الذي حفر بظلفه قبره، فليتق الله ربه حتى تتنزل علينا الرحمات، فإن المعاصي يحجب بها خير كبير. لو أننا أطعنا الله تبارك وتعالى لتواترت علينا النعم ظاهرة وباطنة، ولأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. نحن نسد على أنفسنا مسالك العطاء. ينبغي علينا أن نتوب وأن نتقي الله رب العالمين. أسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين.